الشعب هذا من أجل جريمة القتل على وجه الخطأ نتيجة عدم أخذ الحياة اللازمة ونتيجة عدم مراعاة القوانين. قضت الدائرة الجناحية المنتصبة الثلاثاء الفارط بسجن متعم بستة أشهر سجن مع النفاذ العاجل مع غرامة مالية بقدرها 30,000 دينار لفائدة عائلة العاجل. 30 مليون معناتها 6 شهور و30 مليون. اي هاي معناتها الامني توا دخل معناتها بطاقه ايداع ولا هو موقوف ديجا معناتها في 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 القضيه؟ موقوف هو خاطر القضيه تاع سيد قاضي التحقيق, وسيد قاضي التحقيق معناها حاله معناها من بعد ما تم البحث قرر توجيه تهمه القتل على وجه الخطا نتيجه عدم مراعاه القوانين. النيابة العمومية اليوم أمني كي يقتل عن طريق الخطأ وكي ما يرعيش القوانين الحكم 6 شهور سيد رياض النويمي. هي العقوبة نتاع الجريمة هذه عامين سجن, قد دايرة جناحية قضت في 6 أشهر سجن مع النفاذ العاجل. معناتها قاضي التحقيق رأى أنه معناتها 6 شهور الحكم. هو قاضي التحقيق معناها جنح التهمة هذه, هي من الأول التهمة توجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القذف. هذا التحقيق معناها وجه التهمة هذه من بعد ما استكمل الأبحاث في النيابة العمومية القرار تحت دائرة الاتهام معناها مشت في نفس مسار طيب قاضي التحقيق واعتبرت الجريمة هذه جريمة معناها من أجل جريمة القتل على وجه الخطأ وأعدت الدائرة الجناحية أعدت بالملف وقضت بسجن المتهم 16 سجن. وتفيد دينار للعائلة 10 ملايين للأم 10 ملايين للبو و5 ملايين لكل واحد من أخوته هكا ولا لا؟ 30,000 دينار صغيرة عائلة المجموعة. واضح جدا. شكرا لك سيد رياض النويوي الناطق الرسمي وسماحة المحكمة الابتدائية بالقصرين. نحكيه على الجريمة اللي راح ضحيتها أحمد السولي في أحداث سبيتلا اللي صارت في جويلية اللي فات.